قبل هذا كيما العاده وكيما سنسناكم بالطبيعه باش يكون عندنا دي روبريك الكلام الناس والفيلفلي. اما بالطبيعه قبل هذا الكل بما انه اليوم سي لو جور انترناسيونال دو راديوفوني نحب نهني جميع اعلامي تونس عامه واعلامي الجهه بالخصوص بالعيد نتاعهم، خاطر بالرسمي يعني الاعلاميين نتاعنا باقيين يخدموا بكل حياديه في سبيل اناره الراي العام وباش يوصلوا صوتكم باش ينقلوا الاخبار دون مانيير تري بروفيسيونيل. نحب نهني زملائي، كافه الزملاء في الاوليك صغين وكافه الزملاء في تونس الكل. وبالطبيعة كيف ما تعرفوا مستمعينا بما انه الاوليك صغين ان بارتنيريا افيك دي اسوسياسيون اوروبيان باردون، يلزمنا نحكيو شويه انجلي باش متابعينا في الخارج ينجموا يفهموا الكلام اللي باش نحكيوه اليوم سبيشال هنا تونس. And since our radio station is in partnership with the European Association, I would like to take the chance to thank Unicre, Coopera and the European Union for the great efforts and their encouragement to keep the project well working. And special thanks for our dear friend excuse me, Pablo Rodriguez, for this for his efforts for this radio and for all the group. بطبيعة باش نحكيو على برشا حاجات اليوم بما انه لو جور انترناسيونال دو راديوفوني، باش نحكيو على تاريخ الإذاعة الوطنية التونسية، باش نحكيو على المحتوى اللي قدموا فيه اعلامي الجهة والتضحيات اللي قوموا بها في سبيل إنارة الرأي العام في سبيل انه يوصل صوتكم بكل حيادية. Stay tuned. في الاسباس ليبر، مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا كالعادة، باش نبداو بكلام الناس. كلام الناس المرة هذه باش نسمعوا فيها صوتكم، كلامكم، فو كريتيك، فو سوجريسيون، فو معناها لي بوان دو في اللي عندكم على الراديوفوني، على المحتوى الجهوي، كيفاه تشوفوا الراديوفوني اليوم. تو دو سويت كلام الناس. تسمع راديو؟ اي والله نسمع، ما مش ديما ما نسمع راديو. شنو رايك في المحتوى اللي قدموا فيه الاعلاميين في القصرين؟ والله في القصرين هما قاعدين الحق يقدموا في حاجه باهيه برشا، اما الحق ديما نحس انهم هما ناقصين امكانيات، معناها خاطر الامكانيات مش موجوده برشا، اما هما الحق قاعدين يخدموا يخرجوا في حاجه باهيه وصوره باهيه للموجود في القصرين. تسمع راديو؟ اي نسمع ونتابع برشا. شنو رايك في المحتوى الجهوي اللي قدموا فيه الاعلاميين؟ والله لهنا في ولايه القصرين قاعدين يقدموا في حاجه مزيانه برشا، وقاعدين يلعبوا في دور توعوي ساعة قبل كل شيء، وايضا دور رقابي قاعده تتحسن، معناها الوضعيات نتاع لي راديو والعمل معناها الاذاعي في ولايه القصرين قاعد يتحسن معناها من عام لعام، وهذا هو اللي نحن معناها نشجع عليه، وماذا بينا انه نشوفوه لهنا، خاصه اللي نحن في ولايه القصرين ما عدناش برشا معناها وسائل اعلام دونك باش نوصلوا صوتنا والا باش نحكوا على مشاكلنا ومشاغلنا، دونك نولوا الحل الوحيد اللي نلتجئوا له هو الاذاعه ومعناها وسائل الاعلام، هذيك علاش دونك نتبعوا فيها برشا ونواكبوها برشا. تسمع راديو؟ الحق مش برشا ما نسمع. شنو رايك في المحتوى اللي قدموا فيه الاعلاميين نتاع الجهه؟ نشوف لهم عاملين برشا مجهود وقاعدين يقدموا، وباهين الاعلاميين نتاع القصرين يعطوا في صوره باهية على القصرين. كلام الناس، فوالا هذا كلام الناس، هذا كلامكم انتم اللي تابعوا فينا اينما كنتم، نوجهلكم تحيه متابعينا ومستمعينا الكرام، هذا كلامكم على الراديوفونية اليوم، على الراديو الجهوية، الراديوات الجهوية، على القصرين، على الاعلاميين نتاعها كيفاش عندهم الرول الكبير، الرول لو بلوز امبورطون pour établir et pour transmettre toute actualité. بيقين يعملوا في مجهود جبار، بيقين يحاولوا ينقلوا الخبر تل كيلي، بيقين معناها فما برسمي إنارة للرأي العام وباش نحكيو في هذا بالتفصيل بعد شوية بطبيعة في الفيلفري في سبيشال هنا تونس. علاش هنا تونس؟ باش نرجع بكم لتاريخ الإذاعة التونسية، أول إذاعة وطنية تونسية انطلق البث نتاعها ستود سويت في فيلفري. Feel free.
الفري اليوم باش نرجع بيكم ال 1957 في اول اذاعه تونسيه انطلق البث نتاعها في 17 جوان باردون مش 1957 1935 وقت كانوا دي راديو بريفي في كل من بنزرت وصفاقس اي ابارتير من 1957 تم تاسيس مؤسسه الاذاعه والتلفزه التونسيه اللي كانت لو ديبي بور ان شانجمون total dans le concept de radiophonie dans la Tunisie, dans toute la Tunisie plutôt. وقت اللي نحكيو على بداية الإذاعة التونسية بطبيعة ما نجموش نحكو على الفكر الثوري، ما نجموش يعني نتعديو الفكر الثوري والفكر التنويري مع أول امرأة تونسية وأول صوت نسائي انتدبتها الإذاعة التونسية سنة 1947 السيدة الفاضلة مليكة بن خامسة. مليكة بن خامسة هي كانت أول امرأة نسمعوها في الإذاعة وكانت أول كلمة نطقت بها هي هنا تونس. هنا تونس يعني ترجع بينا لتاريخ الإذاعة الوطنية التونسية، ترجع بينا لوقت الاستعمار، ترجع بينا لحاجة مزينة على الأخر أنه تكون الإذاعة التونسية بدايتها كانت مع صوت أنثوي شهوري جميل للغاية. لونتري تي مانيفيك معناها دون مانيير دو تيتغ توجور بيان إتابلي دون لا ميموار تونيزيان. هنا تونس كانت بداية الفكر الثوري، كانت le début de la révolution pardon في تونس. خاطر بعد البدر هذه المرأة التونسية ما كانتش تخدم، ما كانتش عندها البدرة في الخدمة، يعني مع السيدة الفاضلة مليكة بن خامسة وقتها وين بديت المرأة تعسي في الرول لو بلوز امبورطون دون لا سوسيتي، معناها وقت اللي نلقاوها في الخدمه، وقت اللي العمل كان يقتصر على الرجال اكاهو، كانت هي لو سورس دو ليسبار اللي حلت الباب لبرشا نساء باش المجتمع يعترف بعمل المراه ودورها الكبير في انه الراديوفوني تتعرف، في انه الراديوفوني تكون مسموعه اكثر، في انه الراديوفوني تكون عندها الثقل والوزن اللي تستحقه. وبتبيع الإذاعة التونسية من 1957 لتوا معناها باقيين يعملوا في مجهود كبير. البرامج يعني عن طريق نخبة من الإذاعيين، وبتبيع من نجموش نتعديو على الإذاعيين من غير ما نذكروا مثلا صالح جغام، عبدالعزيز العروي، رفيقة محجوب، محمد دمق وبرشا برشا، يعني ليست تنجم تكون طويلة برشا على خاطر الإذاعيين التوينسة مش لا معناها بقين يخدموا بكل حيادية باش يكون فما هك الحيادية في الأخبار باش ينقلوا الأخبار تلكي لي بدون زيادة أو نقصان. يعطيهم صحة أينما كانوا. على المستمعين هنا تونس كانت البداية كيف ما قلت متاع أول صوت أنثوي في الإذاعة التونسية، يعني غاس أو راديوفونية. من نجموش معناها ما نحكيوش على أهمية الراديو في إيصال صوت المواطن في محاربة الإرهاب. كنت تفكروا معايا في بداية الثورة التونسية في 2011 الدور الجبار والتضحيات العظيمة اللي قاموا بها الإعلاميين، وما نجموش نتعدوا من غير ما نذكروا شهداء الوطن سفيان الشرابي ونذير الكتاري الله يرحمهم وينعمهم، يعني إعلاميين قدموا من صحتهم من راحة بالهم من وقتهم وحتى من أعمارهم باش يبصوا الأخبار وباش يوصلوا الاخبار كيف ما هو باش تكون فما المصداقيه المطلوبه في الخدمه. الراديو كان يعني كان لعب لو رول لو بلوز امبورطون في حريه المراه في الديمقراطيه في تونس. الراديوفونية اليوم حاجه معناها ما تقتصرش على دومين واحد، ولا ما تقتصرش على صوت اكاهو، ولا على اعلامي اكاهو. الراديوفونية في تونس اليوم تقتصر، يعني ما تنجمش تكون تقتصر على حاجه واحده، هي حاجه بين برشا حاجات بقين نتعبوا باش نوصلوا صوت الزوالي باش نحاولوا نحسنوا الفئه المهمشه في الجسرين. اي فوالا، معناها الحق حبيت الحصه اليوم تكون خفيفه شويه وقصيره شويه على خاطر هنا تونس كيف ما قلت سبيس ليبر سبيشال هنا تونس باش نعطيكم تاريخ الاذاعه التونسيه. اول صوت انثوي، اول صوت شهوري، اول صوت كان ممتاز للغايه، يعني غراسو راديوفونية اليوم نجمو نسمعو برشا مشاكل نتاع العبيد، نجمو نحاولو نحلوهم، نجمو نساعدو لو ماكسيموم بوسيبل.
فوالا معناها ان شاء الله نكون عطيتكم حاجه خفيفه ما طولتش برشا، خاطر هو الموضوع على محل يستحق اكثر وقت، يستحق عفوا اكثر ديتاي، اما حبيت نقص الماكسيموم بوسيبل باش نعطيكم معناها هكا رؤوس اقليم اكاهو. ان شاء الله نتقابلوا في حصه جديده في نفس الوقت. بالطبيعه ما ننساوش باش نشكروا صديقنا اسامه في الجانب التقني. اي اوغ فوار تو الموند.